بعد الاستماع إلى محمد عبد الوهاب يا وابور رايح على فين، ونحن رايحين وما زلنا قاعدين في السعودية. مع شكون قاعدين يا سيدي؟ قاعدين مع سي عبد الرحيم السبوعي، وهو سفير الممرضين القيروانيين في المملكة العربية السعودية. رحلة ما شاء الله خلينا متشوقين لها، وخاصة المراحل متاحة والبداية متاحة. إذا سي عبد الرحيم مع الطبيب هذا التركي اللي ما فهمت منه حتى شيء، انت وانا كيف كيف ما فهموش. هو اشتغل معايا حوالي يوم هكا، يوم واحد وبقيت وحدي. بقيت وحدي، لكن معاك فيليبيين زاد؟ لا لا، وحدي انا راسي راس جوزتي. باهي، الفيليبيين ما خلطتش عليهم؟ لا لا، خلطت عليهم في المستشفى الملك فهد. بعد الملك فهد، قداش قعدت اذا في المكان هذا؟ المكان هذا قعدت فيه، سميهولي ما يسالش. قعدت في هجره في الربع الخالي. ربع الخالي قريتين، واحده اسمها قريه يبرين والقريه الاخرى، هما كلها يبرين الريفة حوالي 30 بيت. 30 بيتا. والخن كيف كيف، هما نفس القبيله، ما بيناتهم 20 كيلومتر. سي عبد الرحيم نسالك سؤال ما يسالش، نسمعك بالطبيعه. كليت لحم الإبل ولا ما كليتش؟ كليت وشربت لحم الحليب حليب الإبل ولحم الإبل، لما فيه نادر على الإبل. إيوة، في مرة أنا في المستوصف الساعة 9 صباح وجاتني سيارة دوبل بون فيها رجل بدوي، قال لي الناقة عامل، قال لي يجري دكتور نزيف. نزيف النقل؟ ها، ما كان بعد قال لي نزيف. نحسب واحد عبد عبد. قال لي ليه الناقة نزيف؟ وانا انت قلت له انا مش بيطري. قال لي ليه دكتور ما كيجيك واحد نزيف؟ انا خلت هما طبيب. قلت طيب انا خل نكسبه شويه ونفتلو من غضب. اخذت البواط نتاع الالات الطبيه وشويه خيط ومشيت مع الكبسيلة. أنا يمكن أقل من 500 متر مشيت نلقى عنده ما شاء الله هناك، هما غادي يربي ثم واحد عنده 3000 ما شاء الله يربي، وخاصة الإبل السبوق هذه، الجمال السبوق تباع بمليون ريال، مليون ونص. هذه السبوق هذه يعملوا بها الكورس، هذه يعملوا بها ويبيعوها للأمراء في السعودية ولا في الإمارات. كما سمحني، كما نحن عندنا الخيل، الخيل هما عندهم غالية برشا. عندهم عناية خاصة بها، عناية خاصة، عالم آخر، عالم لا آخر. والحكومة توفر لهم الماء والشعير وكل شيء. مشيت نلقى ما شاء الله هناك سيدي الطول والعرض، تاكل شعير وتسرح في الصحراء، عند المرعى في الصحراء، وعند ثم وريد في البطن هكا ممكن ضربها شيء الحوش نتاعهم العميل نتاع الإبل، ثم برشا تل ولا تل وحديد ثم عرق قاعد ينزل. يا ربي انا قلت شنو لي، قلت تعرف كيف فيها يا انا حترت اي برا خيط وكهو، شفت اخش الابره عندي، عملت كما ربطته كاني والله تفكر كما ربطت الحبل نتاع عادي، شديت الوريد وربطته وسكرت عليه. واكيد كما ربي قلت له ما تعطيهاش الميه خاطر بشكل شنو، خاطر نعرف بريسيون تتعب، وما تعطيهاش الشعير لمده اسبوع خليها تبارك الله. ما راحني لي بعد اسبوع جاب لي البن حليب. لا لا لا، جاب لي اسمه جدي هكا مذبوح، قال لي والله دكتور هذا هديه. وانا وقتها تنصدمت كيف انا، يقول لي يا دكتور الناقة تنزف. معنا هم الحقيقة طيبين ومذيافين وتحية ليلهم. نعم، معروفين الحقيقة هم مذيافين. مذيافين والبدو كرماء الحقيقة. لا قاش قعدت من نهار، قاش قعدت من اسبوع في لا في البقعة ذي قعدت 14 والحقيقة اللي ثم لا بث تلفزيوني ما يوصلهمش، افلام الهندية كان الفيديوهات قبل والمصرية كلها تفرجتها. به نحب نقطة أخرى، نحب نحن نتحدثوا على المكان هذا، الماء كيفاش الماء تشربوا الماء المعدني عندهم ما؟ لا الماء يجيبوا لهم الماء المعدني ويجيبوا لهم كل الواحد يعملوا لي سيتيرن الكبار فوق المباني. ايوا يجيب لهم، يجيبوا بالكاميونات الكبيره الواحد يجيبوا الماء ويصبوا لهم. من اللي استغليت وجودك في السعوديه؟ راك عملت عمره وعملت حج؟ لا اول حجيت عام
اخر 88 بعد 3 أشهر من وصولي لهناك معك المدام بتبيع مرتي ومن بعد عملنا عمرات هنيئا لكما فهمني. ومن بعد كانت الحقيقه رحله شيقه واستفدنا منها ماديا شويه وتجربه كانت في الحياه به فك المده هذيك ما استحشش ولدك اللي قاعد عند جدته. لا عاد مو انا بعد ما روحت خذيته معايا. لا انا قصدي رجعت به السعوديه. هزيته معايا. هزك الحنين بالطبيعة ها؟ لا هزيته ما عرفت الظروف عرفت هذا من بعد. قش بعدت عليه قديش بعدت عليه؟ بعدت عليه 8 أشهر. اعطاك قلبك هكا؟ 8 أشهر ما تمكنيش سي عبد الرحيم. من واحد يبعد عن خليها عمره شهرين قلت يا عامين اي عامين على كل مجال العمل الواحد مشي يخدم لا من بعد انا خفت عليه لان بقعه ما تعرفش فيها اول مره تمشي لها قلت عند ما مات واخواله افضل باش يكون بالطبيعه والحقيقه ربه هو اعتنوا به وحتى من بعد في الدراسه سمحني اختي رجعت ماني عارفك بقد ايه عرفني لان ما مات وكانت ذكيه كانت معلقه صورة امه به يسر وديما تدخل هذه با هذا مالي باش ما ينساكمش ما ينسانيش وكان عرضني في المطار اتذكرها من المطار حتى شلنا القيروان معنقني قاعد في حجري بعد خدمت دونك 4 أشهر في بقعه هذه قلت عليها اللي هي ذكرني بها الربع الخالي تو رجعت للسعوديه رجعت لنفس المكان رغم عطوني نفس المكان قعدت فيه لا رجعت المستشفى الملك فهد ملك فهد رجعت المستشفى الملك فهد عرض علي زياده في الراتب وبدل سكن ناخذه هم عاطيني سكن لان الحقيقه بقعه بعيده كل البعد وخفت رجعت للراتب بعد بليك تتصور انت سي عبد الرحيم لو كان قبلت وقعدت مثلا المده هذيك الكل مده ممكن شوف من ناحيه الماده انا يمكن استفي في عوض نقعد 10 سنوات قعدت 4 سنوات وروحت. اما تعيش 4 سنوات الحقيقه ما نجمش صعبه ولا التوانسه ما نجموهاش مع درجه الحراره مرتفعه موفرين كل شيء والله كيماتيزور فما كيماتيزور حتى المطبخ ولا المطبخ حتى فيه كيماتيزور من ناحيه الراحه موجوده اما وقت ما ثماش لاباس تليفون لا ثما تليفون باش تكلم فيه مع عائلتك الى كل 15 يوم ننزل 400 كيلومتر باش نكلم اهلي كانت صعبه الحقيقه من بعد نزلت المستشفى لقيت انا هناك ثم زياده ناقه واس قالوا لك تنتقل للمستشفى الصحه النفسيه يزيدوك في الراتب 30%. فولينا اتجهت انا زوجتي لمستشفى الصحة النفسية حتى من سنة 92 حتى 99 ومن بعد روحت. من الوليد يقرا غادي قريت لا زيته معايا حتى جاء نجي في الشتاء يعني انا نقعد 11 شهرين ويجيني هو غادي في الصيف يقعد 3 شهور. وبعد يروح؟ بعد يروح معنا قسمت له سنة خمسة شهور. باهي وبدا يفهم هذا كبر. الآن سي عبد الرحيم لو سمحت السادة المستمعين يسمعوا فيها الآن باش نشدوا الرحال مرة أخرى لكن في هذه المرة ليست من تونس إلى السعودية لكن في هذه المرة من المملكة العربية السعودية نعود إلى تونس الخضراء تونس هي تونس اللي نحبوها كلها ونعزوها محليك يا تونس هكا ولا اي بالنسبه لي انا تونس ما نجمش فارق لان وقت اللي كنت في السعوديه كانوا برشا ممرضين سودانيين ومصريين فلبينيين وهنود يعملوا الجرين كارت هذيك لاستراليا شكون يعامل بالقرعه ومن انا كنت في حياتي محظوظ والى الان الحمد لله جاتني الواقع باش نسافر معنا ناخذ اقامه في استراليا انا زوجتي وابني لما جينا استهزأت يعني وثم حضور وقت اطباء مصريين وممرضات قاعدين قلت لهم هذه كنياتك باش نمشي عملت هكا جبت قطعتها منهم ممرضه هنديه وفلبينيه بداوا يتبكوا كيفاش معنا جيك عرض كيما هذا جيك عرض هكا في استراليا وقت حضرولهم حتى مش يجنسوهم وكل شيء وقلت بلادي قلت لما روحت نتذكرها اول مره دقيقه أول عامي كي هبطت في المطار ثم واحد تونسي
الطيارة طلع جيت مشتهبت وأنا انتظر في ابني. الطيارة جيت مشتهبت وهو قال يضري الطيارة ما حبش شابت العجل. وكل العبيد خايفة ونسيت بدأت تزغلت بالسيارة ما عاديت قبلي ما مساكن. وانت نطر في خناقة من غير ما نشعر قلت لها الفيل اللي جبته. بعد هبت كي هبتنا نسكن البس في القاع هبطوا ركعوا في القاع وما كناش تونس نتصوروا تو انا عندي اطفال نشجع فيها مع الهجر. عندي ولدي مبرمج في قطر وعندي بنتي مهندسه في البرمجيات في النمسا تشتغل ما بين النمسا والمانيا في ميونخ تابع شركه مرسيدس. وعندي طفله اخرى استاذه تعليم تعمل في الماستير نتاعها تقول لي مش نمشي كندا. ما نتصورش تونس مش تولي في المرحله كيما قبل كان يعني بالنسبه لي الجنه. ولزمنا نرجعوها جنه ان شاء الله بحول الله. نرجع تو لتونس كما قلت لك الطائره نتاعنا رجعت بينا من المملكه العربيه السعوديه لتونس وحطت الرحال في تونس وخذينا اتجاه القيروان وبالتالي مشينا الى طولطول. مشيت لوحد الاغالبه ولا خدمت في البريفي قبل؟ لا لا رجعت للقيروان قعدت ساعه تحت 16 بدون عمل. بدون عمل جهزت وقتها دار كملت داري انا في لافهاش واستريحت وقتها في مستير قعدت هكا شويه غربة قعدنا 6 شهور في مستير اللي حضرت داري في لافهاش ومن بعد جيت مشيت. هو هي راي البنا فين والعز فينا دكتور انه الانسان يمشي يسافر يخرج خارج بلاده باش كي يرى يقع عمل على الاقل مشروع اللي هو لصغيراته عمل دار هذه راحه نفسيه ما لها راحه راهي راحه كبيره. وقتها اللي قاعد في تونس وانا عندي برشا زملاء توا مش يخرجوا تقاعدوا ما عندهمش اللي قاعد في تونس ما عندهمش دار توا في الكلام. نعم فهمني جيت قعدت استقرار او حاجه باهيه حاجه كبيره راهي الاستقرار. ورغم جاتني عروض في الخواص في تونس بعد ما رجعت الا انني حبذت الاستقرار لان زوجتي كانت تحبذ القروان على تونس لانه كي جيت عام 88 هي اصيلتي كيف جينا لهنا القروان اعجبها من الشغل في القروان وعملت اصحاب قراوه وكانت نمشي تحضر في الملا مع المرحوم الشيخ عبد الرحمن الخليف فهمني وكانت اجواء قالت لي لا تمشي تونس تو الاولاد والبنات اللي تطلع لي بلوطه واللي قالت لي ما القروان هي متاع التربية متاع صغيرات والحمد لله صغاري نجحوا بفضلها هي ونشكرها برشا بفضلها هي سهلت عليهم وانا واحد القروان مكان متاع الحقيقة بالنسبة للولايات الاخرين تنجم تربي فيها صغيرك اذا تسهل وتاخذ معها تنجم تربي فيها صغيرك التربية الحسنة وتسهل عليهم ويتخرجوا الحمد لله. هذا هو الجانب الاسري لسي عبد الرحيم اسبوعي هذا الجانب الاسري خاصة الإنسان كي يوصل والحمد لله يحقق أمنيته يحقق زاد الاستقرار لعائلته يحقق النجاح لأبنائه ماذا يطلب بعد ذلك وما وراء ذلك هذا الاستقرار النفسي اللي يخلي الإنسان يعيش مرتاح البال والضمير وخاصة أنك استأنفت العمل بعد ذلك في وحدة الأغالبة هكا ولا وحدة عندك فيها ذكريات كبيرة الأغالبة عندي 18 سنة ما شاء الله جيت قسم الاستعجالي للغالبة وقتها طول من بعد ما ارتحت 6 شهور هذوك اي طول وقعت عيني بقسم الاستعجالي للغالبة قعدت شهرين ومن بعد طلب مني مدير المستشفى والمدير الجهوي الطيب العلاقي يذكره بالخير وجه له هو قروي مدير جهوي توا وحيل على شرف المهنه ونسلم عليه بالمناسبه تحيه للدكتور طيب العلاقي. نعم طلب مني باش ناخذ ناظر قسم الاستعجالي والعيادات الخارجيه بوحده الاغالبه. وحده الاغالبه من اليوم فيها زوز اقسام هي ولا لا؟ لا هي وحده الاغالبه في فيها الخارجي والداخلي. الداخلي القصد الخارجي والاستعجالي والعيادات الخارجيه. ايوه خذيت زمان مخوف وقتها نتذكر كي جيت نلقى ما عندهم شي قاعه للانعاش. ايوا المريض كي يجي يدخلوا به جراء وقسم الانعاش الداخل في المستشفى وهذا يحدث فوضى كبيره. الاهالي تقام داخلين مرضى نيام في الليل وما داخلين
وقعدوا المرضى في قسم ساعة المعاش يتقلقوا خاطر جايبينهم مريض ويتجرى وقعد. ففكرت أنا هو ضويق لكن تحيلت وقتها شوية وطلبت من المدير اللي وقتها في ولو أزعجتهم كتابيا تفكرها وقت اللي جات سي محمد نقل الله يرحمه وقت توفى في زغوان وما لقاولوش جهاز متاع الشوك الكتريك ننعشوا به القلب. أيوة. فاستغليت أنا الفرصة وعندي عديد المراسلات. أنا كنت نعمل مطلب نكتب مطلب عدد واحد وما يجاوبنيش نعمل نصور لولاني مطلب عدد اثنين لا مذكرة ما عادش نعمله مطلب رابيل رابيل مذكرة عدد واحد اللي وصلت له 11 مذكرة وزدت عاودت له 11 قلت له ذكرته فيها وقت اسم المرحوم قلت له شوف هذا ليت نجمة وقت خاطر نحولي زغوان ومدير السبيطار والناظر كتبت له لا تحمل مسؤولية تذكرها بعد 24 ساعة واحد جابوا لي الجهاز الجهازات الكل وأثثنا الغرفة هذه وصارت غرفة متاع إنعاش وتذكر أول مريضة دخلت الإنعاش هي أم زميلنا نوجه له التحية سي الحبيب العايدي وقت أول مريضة جاتني فكانت الفرحة عالمي أن أنقذنا حياة أم زميلنا ومن بعد بدينا بشوي بشوي النظم كانت الأمور ما عرفوا شنو قسم استعجالي مصعيبة عندهم دفتر يسجلوا فيه المرضى وقت أدخلت عليها عديد التغييرات عملت ملفات للحوادث المدرسية ملفات للحوادث الشغل ملفات للحوادث الطرقات ملفات للحوادث العنف وملفات لعيادة العظام لأن أكبر نسبة متاع ملفات هما لعيادة العظام وليت أمور منظمة ومن بعد عملت أرشيف القسم الاستعجالي كان ما عندهمش أرشيف وكلها كانت بالضغوطات الكتابية ووقفت لأن القسم فيهوش ناظر عنده شخصية قوية ويعرف ملم بجوانب الخدمة بكل ما تمشيش القسم صحيح. لأن رئيس القسم عنده فعاليته في تنظيم الأطباء في تنظيم العمل في جيب طرق جديدة لكن إداريا والتطبيق متاع واحد أنا ويجي يشتغلوا الصباح هكا ويجيك التاسعة يروح ماضي ساعة بعد القسم ما فيهوش ناظر ممتاز تلقى القسم تاع أدخلنا عديد التغيرات نظمنا العيادة كانت قاعة الجبس اللي موجودة توا ونوجه تحية لزملائي بكل اللي موجودين فيها لأن من جيل ذهبي خاصة سي سليم معمر وهشام الأحمر وسيمون الحربي موجودين حاليا وتكونوا في الجبس ولاوا من خيرة الواحد صدقني في الجبس يعرفوا يجبسوا خير من برشا أطباء فهمني وتكونوا تو موجودين وعملنا القاعة ذاك لأن كانت قبل الاستعجالي هو اللي جبس معنا هو المريض اللي من العيادة يبعثوه الاستعجالي وهذا حدث برشا اكتظاظ في القسم وليت الأمور منظمة أدخلنا عيادات جديدة كعيادة الشهيد الطبية عيادات جراحة الأعصاب ما كانتش موجودة عملنا عيادات الحقيقة كانت جميع الاختصاصات وليت موجودة في الأغالبة تذكر الأطباء الموجودين في الأغالبة وقتها ذيك في الفترة ذيك شكون كان في القسم العظام شكون كان قسم العظام موجودين توا اغلبيتهم البرا في الخواص سي رضا ابو قدينا اللي يشتغلوا في الع... في يشتغلوا في, في العموم غالبا سي ملك السائح مازال كان سي جلال تقطقك هاو مازال كان سي جلال هذاك ولد الصحه العموميه ما كانش يخرجنا بكل التحول توا يخدموا في البريفي وبرشا الحقيقه ثم مازال العدد كان مهول فينا تاع نتذكر 2002 شو نشوفوا في 10,000 عام 2018 خرجت اخر احصائيه 85 اللي يراجع 85,000 اللي يراجعوا قسم العيادات قسم الاستعجال الى غد من حوالي 11,000 حوادث طرقات و 13,000 عنف حوادث عنف عدد مهول يضاهي العدد اللي كنا الاحصائيات نتاعنا لما نقارنوها
أبشاني كورب صرنا في عديد السنوات أكثر من شركات، رغم أنه إلى يومنا هذا قسم الاستعجالي لا يفي بحاجة قيروان. كيف نش؟ نقص الموارد البشرية؟ لا ضيق المكان. ضيق المكان. ضيق المكان لأنه ما يفيش بالحاجة بكل، أنا ضيق كله ما يجيش 16 متر مربع. تشوف فيه أنت 85,000 في السنة، هذا مجهودات كبيرة لكافة الزملاء اللي قاعدين حقيقة يشتغلوا، رغم ديما لو نكلم الأكثرية من التمريض والعمل راه ممتازين، ما نشوفوش الشاذ يحفظوا ولا يقاس عليه، لأن ثم برشا خايبين برشا باهين وشوية خايبين في كل أمانة. به سي عبد الرحيم، نحن خلينا نحطوا السادة المستمعين في الصورة، نحطوهم في الصورة ونخليهم كاين يعيشوا اللحظة اللي العمل اللي قمت به أنت والعمل المجموعة، هو عمل المجموعة. كي تعمل مقارنة فك الفترة اللي خدمت فيها أنت وتوا، هل هناك تحسن على مستوى الخدمات؟ هل هناك تحسن على مستوى الموارد البشرية؟ وقت يعني بذلك الطب موجودين توا، كل شيء موجود، يعني هل هناك نقلة نوعية في وحدة الأغالبة، خاصة واحد نأمل ونطمح في خدمات طبية تكون أرقى شوية، أول حاجة للمواطن درجة أولى، ودرجة ثانية خاصة على مستوى التعامل مع المواطنين. أنت في الفترة ذيك كنت ناظر، نجم تعملنا كومباريزون، تعملنا مقارنة. مقارنة الحقيقة أسوقها بكل أسف. المقارنة كانت الصحة العمومية في الفترة اللي اشتغلتها أنا يعني من 2000 حتى 2011، بعد بدأت تتقلص بشوية، سواء من ناحية الموارد البشرية، من ناحية ضيق المكان ما ثماش تحسن، معناتها إضافة لا من الوزارة لا من غيرها. ثم الموجودين كأطباء وتمريض يعملوا في مجهود، لكن الانتدابات مثلا ماشي، الاعداد نتاع المرضى قاعد يتزايد، المشاكل من المرافقين، مواطن تو في عديد المواطنين تهوروا كثير، ما عادش حرمه المستشفى مش موجوده جمله تو، استفزازات كبيره. وذي ما يطرح السؤال سي عبد الرحيم، وانت كنت ناظرا في وحده الاغالبه، ما يطرح السؤال هو هذه العلاقة بين الطبيب وبين المريض وبين الزائر أو بين عائلة المريض، هذه العلاقة نلاحظوا فيها تداول، هناك معناتها نجم نقولوا ظاهرة العنف اللي كثرت، يعتديوا على الطبيب، يعتديوا على ممرض، على المستشفى. وهذا يحولنا السؤال، أين هي لجنة الحراسة؟ كيف يسمح للزائرين خارجي المنطقة بالدخول؟ إذا كان عندهم مريض يدخل معاه 150 و200 عام 200 فرد، وتقع المناوشات الكبيرة تقع بين عائلة المريض والطبيب، خط الطبيب في أكثر من مناسبة وأكثر من الممرض أكثر من مرة يعتدى عليه، إذا كان هناك لفظيا أو حتى هناك ماديا، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية المعدات، البلار نتاع حتى آلات طبية تكسر، هذا هو محدود. هنا أنت كناظر وحلت على شرف المهنة، كيفاش تعطي تصوراتك حتى يكون ظروف العمل تكون ناجحة، وحتى أيضا حتى يكون المستشفى عنده حرمة، هذا حبيت تقوله أنت سي عبد الرحيم. شو حتى يكون عنده المستشفى يكون عنده حرمة، كيفاش نجموا نتصوروا يكون المستشفى في ظل هذه التجاوزات؟ توا انا ثم هم عديد المشاكل الموجوده وثم عديد الحلول. ايوه الحلول الانيه لازمنا كاطار شبه طبي وطبي نتجنبوا الاحتكاك بمرافقي المرضى، نعملوا روحنا ما سمعناش نتلهوا نركزوا على الخدمه نتاعنا، رغم ان الواحد حتى ولو هو استفزك وقت انت ركز على العمل نتاعك. وثانيا هو المشكل هذا على الحراسة مشكل كبير في القروان، يعني عديد الانتدابات وخاصة في الصحة، ثماش سوجي جارد وحده، والوقت اللي ولاو يخدموا فيه هم مطالبين قبل نذكر يخدموا في 12 ساعة، تو حاليا في قانون مذري 10 ساعات، تو يقول لك لا نشتغل كان 6 ولا 8 ساعات، والعدد ضئيل جدا.
ثم العديد نورمال معظم الولايه هي قبل الوزاره تقام تعمل انتدابات والا الولايه ثم برشا. انا في بعض المدارس يحكيوا لي يقول لك ثم مثلا تلقى 4 أو 5 عساسه. انا سمعت في واحد مندوب في قاسرين قال لي مدرسه فيها يظهر 16 عساسه. الحراسه هذا حراسه مدرسه انا وقت بعد الثوره برا سمي وكهوا الحذاء يحط في المدرسه وشي الخدمه نتاعهم 16 هكا وياخذ واحد بعد 16 يوم. فهمني نورمال ما تاقع الحذاء توا الموجودين في الولايه الوالي الجهه يركز ما واحد يشوف اللي عنده مثلا زيت في ما يعمل في مثلا في التجهيز في الفلاحه في الفلاحه في الواحد زيد يزور المستشفى. كان المستشفى اولا كبير تاو مستشفى ابن الجزائر يقول والله وقعت فيه بركان هذه مدينه هو المستشفى الكبير ونجموا نقزوا على الحيوط. وكان مش اخيرا المدير الجهوي عمل مجهود كبير باش هزك السور ما بين النحاسيه واحد كان مصيب النحاسيه نعم نعم صحيح. لكن المدير الجهوي ذاك واحد من مجهودات خاصه وسفلان وسفلان واحد مشى مش واحد باش بناء الصور هذاك. هي هو هذا السؤال المطروح حماية المؤسسة الصحية لازم تكون معناتها الحماية نتاعها تكون يعني كما كنت تحكي سيادتك يعمل حائط عالي كما بحذا بحذا النحاسية هذاك. وثاني حاجة سي عبد الرحيم كاميرات موجودين يوفروا لي كاميرات أما الحرة العدد الواحد شوية هذا هو. علاش وجهتك السؤال هذا أنت كنت ناظر وتعرف انت كنت داخل المستشفى وتشوف الاقبال نتاع المواطنين واقبال نتاع عائله المرضى هذه. علاش سي عبد الرحيم مثلا ما يوقعش تفكير في ان المريض يدخل معاه كان زائر واحد خاطر فما البرنامج هذايا سمعت به مش يدخل حيز التنفيذ باعتبار ان كل مريض يزمو يحيد شكون هو يقول له شكون مش يجيك شخص يكتب الاسم نتاعو. شوف سي زبير ما دام العيادات الخارجيه موجودة في الأقل وما خرجتش على قسم مستعجلي من باب المستحيل كان يلقى بتجربتي الخاصة في الأقل كان يلقى روهو في الصباح كيجينا حادث كبير اللي لومبيلونسي ما نجمش يتعدى بالله صحيح راه تشوف راه نشوفوا عيادات تاع قداش نشوفوا حوالي 2000 مواطن يوميا من العيادات الكل اي نعم شو تزيدهم اكتظاظ كبير اكتظاظ كبير المكان الجملة المفيدة احنا توا نطالبوا بالتسريع نتاع مستشفى سلمان ويقعد الاستعجالي هذاك اما نرجعوه مستشفى حروق تستفيد منه الجهة. والله انت الفكرة انت قلت هي اللي قبل ما نبداو الحصة سي عبد الرحيم قلت لو كان معناتها يتحقق الحلم هذه ولا حلم يلزمنا ان شاء الله الحلم يتحقق الى واقع في مستشفى سلمان ساعة قبل كل شيء. اذا تحقق ذلك وفكرتك كانت طيبة حسب رأيي الخاص المستشفى وحده الاغالبه بما ان نحن عندنا في المستشفى نتاع الحروق البالغه في بن عروس علاش ما يكونش اكتظاظ كبير صحيح علاش ما يكونش مثلا في ولايه اخرى كالقيروان هي السونتر هي السونتر. وعندهم مستشفى حاضر اذا حضرنا على مستشفى الملك فهد اولا تستفيد منه الجهه ثانيا تستفيد منه اهل الجنوب كل صحيح واحنا عندنا اكبر نسبه نتاع ناس محروقين في قروان خاصه وسط الغرب الوسط احنا سيتو قروان عندنا عدد مهول مليار سواء إضرام النفس سواء أمر عرضهم للحروق نعم. عندنا عدد كبير سواء من الفلاح يجي يكسكب في الماء الفرق عندهم برودوي يخلطوا به الماء باش يقعد يصبوا على روحه سواء عمليات انتحارية سواء عندنا برشا اون بلوس كو سا يجي في الوسط نجم نستفادوا منها جماعة سليانة قاصرين سيدي بوزيد وكل تهبت أنا نعم. ونستفادوا منه مستشفى شعبي يقعد جاهز معنا يجي مستشفى حروق ممتاز جدا. ثانيا توا حاليا راهو المشكل صعب جدا راهو باش الباب انا ذي عملت لهم حلول ما دام ما ثماش سوجي جارد واحد تحطه في باب راهم يسيطروا عليه المواطنين. اي نعم. اولا هما اولاد الجهه وثانيا عندنا برشا من خارج القانون متاعت برشا سيرتو في الليل سيرتو برشا ثم وجوه ما تشوفهاش في النهار بكل. اي نعم. عنف شديد قلت لهم غير بالك الممرضين عندهم طريقه بعد ساعات يسمعوا اللي هما اللي يجيك واحد محارب باش يسمع كلام ممرض ما يسمعش كلام شرط يبغى يعرف كيفاش ياخذوه تو جيل تو ديما ننصحهم باش يتعاملوا معاهم ثانيا لازم توفير الحمايه رغم موجود مركز الشرطه موجود في الغالب
أما لكن راهو البوابة مش قسم استعجالي هذا، راهو لا يفي بالعادة. سي عبد الرحيم، وأكرر يا سي عبد الرحيم، يجب احترام المؤسسة الصحية. هذه إذا تخاف تاع مواطن هذا يجب نصيحة. يا سي عبد الرحيم، لا أنا نتكلم أنا في المطلق، لكن حبيت نفهمك احترام المؤسسة الصحية، احترام الإطار الطبي. هو ما يلقاها كان هو لو الاحترام الإطار الطبي، احترام الإطار شبه الطبي، هذه كله راهي منظومة كاملة. هذه كل راهو يدخل في الوازع، الوازع عند المواطن، وان شاء الله ان شاء الله يوم من الايام تقع تنظيم الدخول للمستشفيات. ونحن ايضا شنو رايك يا سي عبد الرحيم، وانت دكتور بطبيعه الحال اعتبرك دكتور، اتشرف اني ممرض ولي الفخر، وديما نقول انا اطار الطبي، اطار الطبي انا نقول ديما اي واحد نعم. هي خدمتك كيفاش تحب تكبر بروحك وتكبر بها اي عمل في مجال العمل داخل مجهودك، نعم انت تفرض روحك على الاطباء وتفرض روحك نعم. على اي مسؤول. وهذا وهذا وخاصه لنا علاقه طيبه بين الطبيب والممرض. هناك برشا اطباء الحلقه في المسلسل في على البرنامج نتاعنا يقولوا لي رانا اذا نجحنا راهو نجحنا باطار شبه الطب نتاعنا. خاطر ما نجمش لا طبيب يخدم وحده ولا نعم. ممرض يخدم واحد، الزوز يكملوا بعضهم. وسي ايمن ليغا صديقنا وحبيبنا في هذه الحصه زاد قاعد يحضر لنا في غنايه، نحن حبينا سيد المكاوي هكا.